يستمر تدفق اللاجئين نحو الأراضي البولندية سواء كان على المعابر الحدودية أو حتى عبر محطات القطارات، ولكن على ما يبدو أن ما حصل بالأمس في أو قبل أمس في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، وهي مدينة قريبة جدا من الحدود البولندية الأوكرانية، قد يزيد من تفاقم أزمة اللاجئين ويدفع بالمواطنين الأوكران إلى اللجوء نحو بولندا. بحسب السلطات هنا نحو 2,300,000 شخص وصلوا حتى صباح الأمس إلى الأراضي البولندية منذ 24 فبراير الماضي، ولكن الوتيرة هي مستمرة. نحو 35,000 شخص خلال الأيام الأربعة الماضية يعبرون خلال اليوم الواحد، وهو يعني أن وتيرة تدفق اللاجئين مرتفعة ومستمرة. ولكن حتى اللحظة هنا السلطات كما ترى خلفي في هذه محطة القطار، الحافلات تأتي وتذهب مليئة باللاجئين، سواء كانوا من يذهبون إلى مدن داخل بولندا أو حتى الذين يذهبون إلى مناطق إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولكن روبير، هو السؤال المهم، في حال استمرت تدفق اللاجئين نحو الأراضي البولندية، هل القدرة الاستيعابية أو البنية التحتية لبولندا ستكون قادرة خلال الأيام المقبلة على استقبال هذا العدد الأكبر؟ هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن. مع استمرار تدفق اللاجئين واستمرار أزمة اللاجئين، البلدات الحدودية جميعها ممتلئة باللاجئين، الفنادق ممتلئة، حتى سكان المحليين الذين يستقبلون اللاجئين أيضا هناك امتلاء لمناطق عديدة. ولكن حتى اللحظة هناك جهود مستمرة وأيضا توقعات بتدفق أكبر للاجئين خلال الأيام المقبلة، سواء كان مع استمرار العمليات العسكرية أو حتى انتقالها إلى غربي أوكرانيا.